بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. في درس اليوم بعنوان الدولة الفاطمية بمصر، نواتج التعلم. في نهاية الدرس يصبح الطالب قادرا على أن يفسر أسباب قيام الدولة الفاطمية، يبرز دور الأزهر في نشر الثقافة العربية والإسلامية، يصف أحوال مصر في عهد الدولة الفاطمية، يقيم النتائج التي ترتبت على انهيار الدولة الفاطمية، يحرص على التسامح وتقبل الآخر. عناصر الدرس: أولاً، ظهور الدول المستقلة في مصر. ثانياً، أهم أعمال جوهر الصقلي. ثالثاً، أحوال مصر في عهد الدولة الفاطمية. رابعاً، انهيار الدولة الفاطمية. يلا بينا نستكمل جولتنا مع بعض عبر تاريخ مصر الإسلامية عشان نتعرف خلال هذه الجولة أحوال وطننا الحبيب مصر إلى أن قامت بعض الدول المستقلة بها. من الدول المستقلة نوعين: دول مستقلة شكلا مع الاعتراف بسيادة الخليفة العباسي عليها، يعني هي دول مستقلة في الشكل ولكن في الحقيقة بتعترف بسيادة الخليفة العباسي عليها. من أمثلة هذه الدول الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية والدولة الأيوبية والدولة المملوكية. ده النوع الأول من الدول اللي هي دول مستقلة شكلا مع الاعتراف بسيادة الخليفة العباسي عليها، وفيه دول مستقلة تماما عن الخلافة العباسية وكان في بينهم صراع ونزاع، وهي الدولة الفاطمية. إيه الأسباب اللي أدت إلى ظهور الدول المستقلة في مصر؟ إيه الأسباب التي أدت إلى ظهور الدول المستقلة في مصر؟ أولاً، ضعف الخلفاء العباسيين. إمتى حصل ضعف الخلفاء العباسيين؟ زي ما تكلمنا في الدرس السابق، درس الدولة العباسية، حصل مع بداية العصر العباسي الثاني. رقم 2، استعانة الخلفاء ببعض العناصر غير العربية، وتكلمنا عنها برضو في الدرس السابق، العناصر غير العربية مثل الفرس والأتراك. رقم 3، موقع مصر وبعدها عن مركز الخلافة العباسية. ده العوامل دي هي اللي شجعت على استقلال الأمراء بمصر، إما استقلال شكلي زي ما تكلمنا، وإما استقلال تام مثل الخلافة أو الدولة الفاطمية. بعد كده هنتعرف على نماذج من الدول المستقلة اللي تأسست في مصر، ومنها الدولة الفاطمية. قامت الدولة الفاطمية في شمال إفريقيا على يد واحد اسمه أبي عبيد الله المهدي، لذلك بعض المؤرخين بيطلق عليها الدولة العبيدية نسبة إلى أبي عبيد الله المهدي. إزاي قامت دولتهم في مصر؟ هنبدأ بضم مصر، وضم مصر كان أمنية وأمل كبير للخلفاء الفاطميين منذ قيام دولتهم في بلاد المغرب. يبقى الخلفاء الفاطميين منذ أن نشأت الدولة الفاطمية وحلم مصر يراودهم، وضم مصر أمنية وأمل كبير بالنسبة للخلفاء الفاطميين منذ قيام دولتهم في بلاد المغرب. طب ليه؟ ليه الحرص الشديد على ضم مصر بالنسبة للدولة الفاطمية؟ لثلاث أسباب. أولا، لأهمية موقعها، أي موقع مصر جغرافيا وسياسيا. اثنين، لقربها من بلاد الشام والحجاز، مصر قريبة من بلاد الشام وقريبة من الحجاز. ثلاثة، لتمتعها بالعديد من الثروات. دول الثلاث أسباب اللي جعلوا من مصر أمنية وأمل كبير بالنسبة
للخلفاء الفاطميين اللي هم هنقولهم تاني. موقع مصر جغرافيا وسياسيا، أهمية موقع مصر جغرافيا وسياسيا، لقربها من بلاد الشام والحجاز، لتمتعها بالعديد من الثورات. عشان كده باءت محاولات الاستيلاء على مصر طول الفترة دي، كل المحاولات باءت بالفشل، إلى أن جاء الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. جه واحد اسمه المعز لدين الله الفاطمي، بدأ يجهز جيش قوي عشان يحقق هذه الأمنية. عمل ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. جمع الأموال اللازمة، رقم واحد جمع الأموال اللازمة لهذه المهمة، ومهد الطرق. الطرق من مدينة القيروان إلى الإسكندرية قام بتمهيدها حتى يستطيع الجيش أن يسير فيها دون صعوبات ودون عوائق. كمان حفر الآبار، الآبار عشان الجيش يستعين منها بشرب المياه، وأقام الاستراحات لأن المسافة بعيدة من القيروان في تونس إلى الإسكندرية، فأقام الاستراحات. بعد كده أحسن تدريب الجيش وتنظيمه، وزوده بالمؤن والزخائر، وبعد كده أرسل على رأس هذا الجيش قائد اسمه جوهر الصقلي. وجوهر الصقلي نجح في هزيمة جيش الإخشيد، الدولة اللي كانت قائمة في مصر في هذه الفترة اسمها الدولة الإخشيدية. نجح جوهر الصقلي في هزيمة جيش الإخشيد، واستطاع أنه يستولي على مصر، وبكده سقطت الدولة الإخشيدية. والدولة الإخشيدية قلنا أنها كانت من الدول المستقلة شكلا مع الاعتراف بتبعيتها للخلافة العباسية. وبسقوط الدولة الإخشيدية يبقى كده زال نفوذ الخلافة العباسية عن مصر، وأصبحت مصر مركزا للدولة الفاطمية. أهم أعمال جوهر الصقلي في مصر، أول حاجة بدأ في بناء عاصمة جديدة، ليه؟ أو بما تفسر، اللي هي اسمها القاهرة، عشان تكون مركزا للدولة الفاطمية بمصر. يعني لو قلنا بما تفسر بناء جوهر الصقلي لمدينة القاهرة، الإجابة لتكون مركزا للدولة الفاطمية بمصر. اثنين، بنى الجامع الأزهر، عارفين الجامع الأزهر اللي صورته قدامنا دي، واللي بيعتبر إلى هذا اليوم أعظم مؤسسة دينية وعلمية لنشر الثقافة الإسلامية في ربوع العالم. بعد جوهر الصقلي ما بنى القاهرة وبنى الجامع الأزهر، أرسل للخليفة المعز لدين الله الفاطمي يطلب منه القدوم إلى القاهرة. فوصل المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر أو إلى القاهرة عام 362 هجرية الموافق 972 ميلادية. ومنذ وصوله أصبحت مصر دارا ومقرا للخلافة الفاطمية. يبقى إيه اللي ترتب على وصول المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر؟ أصبحت مصر بدلا من أنها كانت دولة تابعة أو ولاية تابعة للدولة الفاطمية، أصبحت مصر هي دار ومقر للخلافة الفاطمية. طب عمل إيه؟ عمل على تأمين حدود دولته من الأخطار الخارجية، واستطاع أنه يوسع دولته حتى شملت بلاد الشام وشملت الحجاز وأيضا اليمن. بعد المعز لدين الله الفاطمي أو خلفاء المعز لدين الله الفاطمي في مصر، بعد وفاة المعز لدين الله الفاطمي حكم الدولة الفاطمية عدد من الخلفاء، كان أشهرهم واحد اسمه العزيز بالله، وده تولى الخلافة من 365 إلى 386 هجرية. كمان في واحد تاني اسمه الحاكم بأمر الله، متولى من سنة 386 إلى 411 هجرية، وفيه المستنصر بالله من 427
إلى 487 هجرية. دول هم أشهر الخلفاء اللي جاءوا بعد المعز لدين الله الفاطمي. نشوف أحوال مصر في عهد الدولة الفاطمية. اهتم الفاطميون بأربع حاجات. رقم واحد، وجود جيش قوي. طب ليه؟ بما تفسر اهتمام الفاطميين بوجود جيش قوي؟ الإجابة عشان يساعدهم في الحفاظ على دولتهم وتوسيع حدودها ونشر الأمن والأمان. رقم اثنين، اهتم الفاطميون أيضا بتدعيم الأسطول وتنظيمه. السبب أو بما تفسر الإجابة لحماية سواحل الخلافة الفاطمية اللي كانت ممتدة في هذه الفترة من المغرب إلى الشام. ثلاثة، إنشاء ديوان الجيش والرواتب. ليه؟ لتسجيل الجنود وتحديد وظائفهم. يعني لو قلنا بما تفسر إنشاء الفاطميين ديوان الجيش والرواتب، الإجابة هتكون لتسجيل الجنود وتحديد وظائفهم. اهتموا أيضا ببناء المساجد والقصور وجعلها مراكز لنشر العلم والثقافة، كما اهتموا بالعلم والعلماء. انهيار الدولة الفاطمية. نتيجة لضعف الخلفاء الفاطميين بعد المستنصر بالله، ازداد نفوذ الوزراء. الوزراء بدأ نفوذهم يزداد ويصبح أعلى من نفوذ الخليفة. استنجد وزير منهم اسمه شاور، استنجد بمين؟ بنور الدين محمود اللي كان في هذه الفترة أمير دمشق. وزير ثاني اسمه درغام استنجد بالصليبيين، واستطاع جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شيركوه واللي كان جايب معاه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي، استطاع الانتصار على الصليبيين. وبعد وفاة أسد الدين شيركوه تولى صلاح الدين الوزارة، ونجح صلاح الدين في إنهاء الخلافة الفاطمية وإقامة الدولة الأيوبية. عندنا معلومة إسرائيلية بتقول إنه تم إسقاط الخلافة الفاطمية عام 567 هجرية، وكانت مصر تحت ولاية نور الدين محمود حتى عام 569 هجرية. نبدأ التدريبات على الدرس. دلل على صحة كل عبارة مما يلي: كان لجوهر الصقلي دور مهم في تاريخ الدولة الفاطمية، حيث نجح في هزيمة جيش الإخشيد وإنهاء الخلافة العباسية، كما أنشأ مدينة القاهرة والجامع الأزهر. دلل على صحة كل عبارة مما يلي: استلزم ضم مصر تجهيزات خاصة بالإمدادات العسكرية للفاطميين، حيث اهتم الفاطميون بجمع الأموال اللازمة وتمهيد الطريق من القيروان إلى الإسكندرية وحفر الآبار وإقامة الاستراحات. بما تفسر قيام الدول المستقلة في مصر خلال العصر العباسي الثاني: بسبب ضعف الخلفاء العباسيين خلال العصر العباسي الثاني واستعانة الخلفاء ببعض العناصر غير العربية كالفرس والأتراك، وأخيرا موقع مصر وبعدها عن مركز الخلافة العباسية. بما تفسر رغبة الفاطميين لضم مصر إلى الخلافة الفاطمية: لأهمية موقعها، يعني موقع مصر، جغرافيا وسياسيا، وكمان لقربها من بلاد الشام والحجاز، وأخيرا لتمتعها بالعديد من الثروات. دول الثلاث أسباب: موقع مصر جغرافيا وسياسيا، قربها من بلاد الشام والحجاز، تمتعها بالعديد من الثروات. بما تفسر نجاح الفاطميين في الاستيلاء على مصر في عهد الخليفة المعز لدين الله: لأنه قام بجمع الأموال اللازمة ومهد الطريق بين القيروان والإسكندرية وحفر الآبار وأقام الاستراحات وأحسن تدريب الجيش وتسليحه وأرسل الجيش
بقيادة جوهر الصقلي، بما تفسر بناء جوهر الصقلي لمدينة القاهرة لتكون مركزاً للخلافة الفاطمية. ما النتائج المترتبة على اهتمام الفاطميون بوجود جيش قوي للحفاظ على دولتهم وتوسيع رقعتها والحفاظ على الأمن والأمان؟ ما النتائج المترتبة على عمل الفاطميون على تدعيم الأسطول وتنظيمه لحماية سواحل الدولة الفاطمية الممتدة من المغرب إلى الشام؟ ما النتائج المترتبة على بعد مصر عن مقر الخلافة العباسية في بغداد؟ أدى إلى ظهور العديد من الدول المستقلة عن الخلافة العباسية. ما النتائج المترتبة على مجيء المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر؟ أصبحت مصر منذ وصوله داراً ومقراً للخلافة الفاطمية. ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة مما يلي: كانت الدولة الإخشيدية من الدول المستقلة شكلاً عن الدولة العباسية. العبارة صحيحة. كانت بداية ظهور الدول المستقلة في مصر خلال العصر العباسي الأول. العبارة خاطئة، حيث أن بداية ظهور الدول المستقلة في مصر كان خلال العصر العباسي الثاني. كانت أولى محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر على يد جوهر الصقلي. العبارة خاطئة، حيث أن محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر كانت منذ قيام دولته. تأسست الدولة الفاطمية على يد أبي عبيد الله المهدي. والعبارة صحيحة. يعد الجامع الأزهر أعظم مؤسسة دينية لنشر الثقافة الإسلامية في العالم. العبارة صحيحة. استنجد الوزير شاور بالصليبيين أثناء صراعه مع ضرغام. العبارة خاطئة، حيث أن الوزير شاور استنجد بنور الدين محمود. اختر الإجابة الصحيحة. يعود الفضل في إنشاء الجامع الموضح بالصورة اللي صورته قدامنا دي إلى جوهر الصقلي المعز لدين الله المستنصر بالله ولا الحاكم بأمر الله، ده الجامع الأزهر، واللي يعود الفضل في إنشائه إلى جوهر الصقلي. قامت العديد من الدول المستقلة في مصر بسبب: 1- اعتماد العباسيين على الموالي في الحكم. 2- كثرة ثورات المصريين ضد العباسيين. 3- رفض الطولونيين الخلافة العباسية. 4- بعد مصر عن بلاد الحجاز والشام. قامت العديد من الدول المستقلة في مصر بسبب اعتماد العباسيين على الموالي في الحكم. أول الدول المستقلة عن الخلافة العباسية في مصر كانت الدولة الفاطمية، الإخشيدية، الأيوبية، الطولونية. أول الدول التي استقلت عن الخلافة العباسية في مصر كانت الدولة الطولونية. كانت نقطة انطلاق جيش الفاطميين إلى مصر تقع حاليا في دولة، طبعا قلنا الجيش تحرك، جيش الفاطميين تحرك من القيروان، والقيروان دي بتقع في ليبيا ولا المغرب ولا تونس ولا الجزائر؟ القيروان بتقع في تونس. يدل تكرار محاولات الفاطميين للسيطرة على مصر على نقط: العداء بين الفاطميين والإخشيديين، رغبتهم في توسيع دولتهم شرقا، أهمية مصر الدينية، ولا رغبتهم في تخليص مصر من العباسيين؟ الإجابة: رغبتهم في توسيع دولتهم شرقا. قامت الدولة الفاطمية في بلاد نقط:
العراق، الشام، المغرب، فارس. الدولة الفاطمية قامت في بلاد المغرب. تحولت مصر من ولاية تابعة إلى دولة كبرى يوجد بها مركز الحكم في عهد نؤى المعز لدين الله، المستنصر بالله، أسد الدين شركوه، جوهر الصقلي. مصر تحولت من ولاية تابعة وأصبحت دولة كبرى موجود فيها مقر الحكم في عهد المعز لدين الله الفاطمي. زال نفوذ الخلافة العباسية عن مصر على يد نؤى العزيز بالله، جوهر الصقلي، الحاكم بأمر الله، المستنصر بالله. نفوذ الخلافة العباسية عن مصر زال أو انتهى على يد جوهر الصقلي، القائد جوهر الصقلي الذي أرسله المعز لدين الله الفاطمي. اتبع الفاطميون عدة وسائل للسيطرة على مصر، منها تمهيد الطرق إلى مصر، التحالف مع الدول الأخرى، تشجيع الانقسام بين الإخشيديين، تحريض المصريين ضد الإخشيديين. اتبعوا عدة وسائل للسيطرة على مصر، منها من هذه الخيارات تمهيد الطرق إلى مصر، حيث قاموا بتمهيد الطريق من القيروان إلى الإسكندرية، وأقاموا فيه الاستراحات وحفروا فيه الآبار. كانت مدينة نؤى نقطة انطلاق الجيوش الفاطمية نحو مصر، مدينة برقة، طرابلس، القيروان، قرطاجة. المدينة اللي كانت نقطة انطلاق الجيوش الفاطمية نحو مصر هي مدينة القيروان، واللي لسه قلنا عليها موجودة في دولة تونس. بما تفسر تطور النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب؟ الإجابة: لاتساع الدولة الإسلامية وتعدد إيراداتها ومصروفاتها. ما تفسر فرض ضريبة العشور على بضائع التجار غير المسلمين نظير مرور تجارتهم داخل حدود الدولة الإسلامية. بما تفسر تعدد الصناعات في الدولة الإسلامية بسبب وفرة المواد الخام. بما تفسر ازدهار حركة التجارة في الدولة الإسلامية بسبب تقدم الزراعة والصناعة والاهتمام بإنشاء الأسواق والخانات والأساطيل التجارية وإصلاح الطرق التجارية. بما تفسر دخول الكثير من الناس في الإسلام على يد التجار المسلمين بسبب تمسكهم بمبادئ الإسلام السمحة في البيع والشراء وما عرف عنهم من الصدق والأمانة. ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ داخل أراضي الدولة الإسلامية بالنسبة للحياة الاقتصادية؟ أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية، تعدد إيرادات ومصروفات الدولة الإسلامية في عهد عمر ابن الخطاب، ترتب على ذلك إنشاء عمر بن الخطاب لبيت المال. ما العلاقة بين بيت المال ونشر العلم والثقافة في الدولة الإسلامية؟ كان من مصروفات بيت المال الإنفاق على إنشاء المؤسسات التعليمية مثل المساجد والكتاتيب والمدارس والجامعات. الصناعة والفنون في الدولة الإسلامية، إيه العلاقة بين الصناعة والفنون في الدولة الإسلامية؟ ظهر جمال وإبداع الفن الإسلامي في الصناعات من خلال الرسم والزخرفة والخط العربي بأشكاله المختلفة في تجميل هذه الصناعات. ملخص الدرس: قامت الدولة الفاطمية في شمال إفريقيا على يد أبي عبيد الله المهدي. أسباب ضم الفاطميين مصر
لأهمية موقعها جغرافيا وسياسيا، ولقربها من بلاد الشام والحجاز، ولتمتعها بالعديد من الثروات. أهم أعمال جوهر الصقلي بدأ في بناء عاصمة جديدة اللي هي القاهرة. لماذا بنيت هذه المدينة؟ لتكون مركزا للدولة الفاطمية بمصر. من أهم أعماله أيضا أنه بنى الجامع الأزهر، واللي يعد إلى يومنا هذا أعظم مؤسسة دينية وعلمية لنشر الثقافة الإسلامية في العالم. اهتم الفاطميون بوجود جيش قوي يساعدهم في الحفاظ على دولتهم، واهتموا أيضا بتوسيع حدود دولتهم ونشر الأمن والأمان. كمان اهتموا بتدعيم الأسطول وتنظيمه. ليه؟ لحماية سواحل الخلافة الفاطمية الممتدة من المغرب إلى الشام. اهتموا بإنشاء ديوان الجيش والرواتب. ليه؟ لتسجيل الجنود وتحديد وظائفهم. اهتموا ببناء المساجد والقصور وجعلها مراكز لنشر العلم والثقافة، كما اهتموا بالعلم والعلماء. تم إسقاط الخلافة الفاطمية عام 567 هجرية، وكانت مصر في هذه الفترة تحت ولاية نور الدين محمود حتى عام 569 هجرية، العام اللي استطاع فيه نور الدين محمود السيطرة على مصر وضمها وإرجاعها أو الاستيلاء عليها وإسقاط الخلافة الفاطمية في مصر وقيام الدولة الأيوبية زي ما هنشوف في الدروس اللي جاية بعد كده. وبكده درس اليوم انتهى. أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.